بعتوله ماشي. طيب هو المفروض صح، المفروض الشيت ده على ال على الجزء بتاع ال lumped elements برضو، بس الحاجات اللي فيها 2 degrees of freedom. هو الجزء ده أصعب شوية من الجزء اللي فات، فأنا هحاول أشرح فيه شوية كده وبعدين إيه. بس هو أول مسألة مش معتمدة أوي على ال يعني أول مسألة تعتبر تبع الشيت القديم يعني، ماشي؟ فهشرحها أحلها على طول، وبعدين بعد ما أحلها بشرح بقى الحاجات الجديدة، ماشي؟ طيب. فاهم المسألة بيقول إيه؟ بيقول عندي سيستم متعلق كده من فوق، في سبرينج وبعدين تو سبرينجز، وبعدين في ماس، طيب انا اول حاجه عايز اعرفها الماس ده هو المفروض ان هو 160 جرام، وانا عايز اعرف احسب الاوميجا ان بتاعت الكلام ده ازاي. فهو السيستم ده فيه 1 ديجري اوف فريدم ولا 2 ديجريز اوف فريدم؟ هو في 1 ديجري اوف فريدم اللي هو الماس ده، يا يطلع فوق يا ينزل تحت، مفيش اي ماس تاني، تمام؟ هو في نقطه تانية ان هي النود دي، بس النقطة دي لو طلعت لفوق النقطة دي هتطلع لفوق، النقطة دي لو نزلت لتحت النقطة دي هتنزل لتحت. يعني في الآخر هو إيه؟ سنجل ديجري أوف فريدم، تمام؟ طيب ال سنجل ديجري أوف فريدم زي اللي إحنا أخدناه قبل الميد ترم، كنا بنحسب له الأوميجا إن كان بيساوي إيه؟ جذر كي على إم. طيب الماس ماشي هو جيفن ب 160 جرام، يبقى المشكله كلها في الكي. حد عنده فكره بقى نتصرف ازاي في الكي دي؟ لو انا جيت كده قلت مثلا دي كي 1 ودي كي 2 ودي كي 3، فازاي ممكن نتصرف في حاجه زي كده؟ هنعملهم زي كاباسيتورز بالظبط. طب واحنا الكاباسيتورز اصلا كنا بنعملهم ازاي؟ عكس الريزيستورز، تمام؟ فيبقى انا هحول دول كده لايه؟ السيستم فيه كي كده وبعد كده واحد تاني وبعد كده الماس، ده كده اثنين زي ما هو كي 1، ودول المفروض ان هم ايه؟ بارلل، فهتجمعه يبقى الكي 4 مثلا بيساوي كي 2 زائد كي 3. تمام؟ اوكي؟ طيب وبعد كده؟ لسه الماس زي ما هو، عايز بقى احول الكلام ده لايه؟ لسبرينج واحد. هيبقى قيمته بكام بقى كي 5 ده؟ لكنهم بارلل، يبقى واحد على كي 5 بيساوي واحد على كي 1 زائد واحد على كي 2 زائد كي 3. تمام؟ كي 5 بتساوي ايه؟ حاجة مضروبة في حاجة على كي 2 زائد كي 3 زائد كي 1. هناخد دول كده هنا وده هنا. يبقى أنا لو عندي قيم الكيهات ممكن أجيب ايه؟ ممكن أجيب الأوميجا إن عادي. تمام؟ بعد كده احنا حولناها المسألة زي بتاعة المرة اللي فاتت.
طيب لو انا جيت قلت ان الماس ده في توتال ديسبيسمنت بحاجه معينه، هل اقدر اقسم الديسبيسمنت ده على الحاجات المختلفه، على على الماسز المختلفه، على السبرينجز المختلفه؟ نعم. خلينا ناخد كيس اسهل شويه. لو انا عندي كده كي 1 وكي 2 مفيش فوق حاجه، وجيت قلت ان انا لما ركبت الماس ده وسبته نزل الديسبيسمنت معايا، وليكن مثلا 2 متر، ازاي اقدر ان انا اعرف الديسبيسمنت في ده قد ايه والديسبيسمنت في ده قد ايه؟ بالظبط. يبقى لو هما كده فانا عارف ان الاثنين هينزلوا من نفس القيمه، تمام. طيب المشكله هتبقى في اللي بعده. انا عندي تو سبرينجز بالشكل ده، فكروا انتوا بقى فيها، نعرف ازاي هو نزل قد ايه. بالظبط كده، بالظبط. حولها لسيركت ونشوف الحاجه الكورسبوندنج للكلام ده. دول كده، دول كده كانهم ريزيستورز، ايه العلاقه ما بينهم؟ بارلل ولا سيريز؟ لا، لو احنا هنحولهم لريزيستورز هيبقوا سيريز، صح؟ يبقى ده كده كان عندي سورس وبعدين عندي إقامة ومقاومة، صح؟ مش كده ولا إيه؟ فلما أخدت الإيكوفيلنت جمعت ده مع ده، زي هنا لما أخدت الإيكوفيلنت جمعت ده مع ده، صح؟ طيب في الحالة دي هنا الديسبيسمنت كان طالعين إيه؟ نفس الديسبيسمنت، صح؟ مش كده ولا إيه؟ مش أنا قلت هنا إن لو ده حصل له displacement بفاليو يبقى ده هيحصل له displacement بنفس الفاليو اكيد، لان هي نفس النقطه. ده اللي هو equivalent هنا ليه؟ ايه هنا اللي ايكوال ما بين المقاومه دي والمقاومه دي؟ الكرن. يبقى انا كده قدرت اجيب الانالوجي انه displacement هو الكرن، صح؟ طيب اروح بقى اعمل السيركت دي، انا expecting السيركت دي هتطلع بقى resistor C عامله ازاي؟ كده وكده، صح؟ طيب يبقى انا لو انا عارف التوتال كرنت اللي هو بيساوي اي 1 زائد اي 2 هيطلع اي 1 بيساوي كام واي 2 بيساوي كام؟ قلنا ده كده اي 1 وده كده اي 2، ما يطلع اي 1 بيساوي كام؟ هيطلع ايه؟ لا ما انا مش عايز، انا ما اعرفش الفولتج. نعم؟ هنعمل كرنت ديفايدر اللي هو ايه؟ انا عارف الاي توتال اللي هو بيكورسبوند هنا لايه؟ التوتال ديسبيسمنت بتاع الجسم نفسه. انا لو جيت قلت الجسم نفسه ده نزل 4 سم ده كده التوتال ديسبيسمنت بتاع الجسم، هو ده اللي بيساوي الديسبيسمنت اللي حصل هنا زائد الديسبيسمنت اللي حصل هنا، صح؟ ده ايكوفيلنت لاي توتال. طيب اي 1 ده بيساوي ايه؟ بنسميه دي كده ار 1 وار 2، هيبقى اي 1 بيساوي البعيده بيساوي ار 2 في اي توتال على ار 1 زائد ار 2، تمام؟ نعم؟ هما فوق دول، دول مش ريزيستورز، دول سبرينجز. ماشي، ما احنا اتفقنا ان دول لما يكونوا بارلل ايكويفالنت لبارلل كاباسيتورز، والكاباسيتورز بيبقوا عكس ريزيستورز. لو عندي تو بارلل كاباسيتورز بيتعاملوا معامله السيريز ريزيستورز.
عايز تعملها على طول بالكاباسيتورز هتطلع لك نفس الحاجه. اوكي طيب يبقى انا كده عرفت ان الاي 1 اللي هو بيمثل ايه هنا عندي الديسبيسمنت بتاع اول سبرينج من افترض ان ده كي 1 وده كي 2 هيبقى عندي الديسبيسمنت اللي هو دلتا اكس 1 هيساوي ايه هيساوي التوتال ديسبيسمنت ده اللي انا سميته 4 سم دلتا اكس توتال مضروب في ار 2 اللي هي ايكويفالنت لايه لكي 2 على كي 1 زائد كي 2 تمام طيب في المساله بقى عايزنا نعمل الكلام ده اللي هنا اوكي بس انتوا يعني ايه خلاص هو المفروض اساسا يعني احنا عايزينها كاكسبريشنز مش عايز مفيش ارقام يعني احنا خلاص فاهمين ان دول مجموعهم بيساوي كي 4 كي 4 دي هي اللي انا جيت سميتها هنا بعد كده كي 2 وهي دي القانون بتاع دلتا اكس 1 وكي 2 دي اللي هي ايه اللي انا هنا كده كنت مسمي كي 4 ماشي ودلتا اكس 2 تساوي دلتا اكس توتال في كي 1 على كي 1 زائد كي 4 بقى عشان دي خلاص ما في مساله انا هنا مسميها كي 4 عشان ما لخبطكوش حد عنده مشكله هو مش عايز يعني هو مش مدينا قيم الكي احنا هنجيبها بدلاله الكيهات فهو المفروض الاكسبريشنز دي وخلاص بس لخبطه بس ان انا هنا كنت مسميهم 1 2 3 زي المساله وبعدين هناك سميتهم 1 2 بس يعني المفروض دي حاجه سهله يعني حد عنده مشكله في الكلام ده طيب همسح ونشرح بقى شويه قبل ما نحل تاني مسألة هو احنا في المسائل ال 1 ديجري اوف فريدم لو انا جيت قلت والله ادي ماس ممسوك بسبرينج والماس ده انا مش هاثر عليه بفورس انا بس هدي له انيشال ديسبيسمنت واسيبه يتحرك من غير اي فورس مش انا كنت بقدر بكل سهوله ان انا اعرف الفريكوانسي بتاعته اللي هو هيوسيليت عندها بكام اللي هي بتساوي ايه لا اللي هي الدامبت فريكوانسي تمام بس انا كنت اقدر اعرف الناتشرال فريكوانسي برضو بكل سهوله طيب لو جيت اثرت بفورس عليه ساينوسويدال هيوسيليت عندنا فريكوانسي هيوسيليت عن الفريكوانسي بتاعت الساينوسويدال دي يبقى انا ما كنتش محتاج اعمل قوي حسابات عشان اطلع الفريكوانسي اللي الحاجه بيوسيليت عليها يعني كانت تعويضات على طول سهله جدا تمام طيب لما يبقى عندي سيستم فيه 2 ديجريز اوف فريدم الموضوع ده بيبقى فيري كومبليكيتد يعني فكره ان انا بس اطلع الاوميجاز بتبقى فيري كومبليكيت تمام طيب خلينا ناخد اكزامبل كده ان احنا عندنا
في جسم كده وبعدين جسم تاني وفي الاخر في حيط. طيب لو انا جيت عملت initial displacement لده ولده، هل انا هنا عارف الفريكوانسي اللي هو هيوسيليت عن ده؟ طيب خلينا نشوف اصلا هو ايه الاوبشنز اللي ممكن تحصل. انا ممكن اجي الاقي ده بيتحرك كده كده صح؟ يعني ده بيتحرك الناحيه دي وده بيتحرك الناحيه دي. طيب بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ السبرينج ده هيتضغط قوي والسبرينج ده هيتضغط قوي والسبرينج اللي في النص هيتشد جامد. يبقى السبرينجين دول بيأثروا على البتاع ده بحيث يروح فين؟ عايزين يرجعوه. ده اتضغط جامد فخلاص عايز يرجعه، وده اتشد جامد قوي فعايز برضو ايه يرجعه. نفس الكلام بالنسبه لده، ده اتحرك كده ولسه مشدود من هنا، فالتو فورسز عايزينه ايه؟ يجي في النص. يبقى ده احد الاشكال الحركه اللي ممكن نشوفها في سيستم زي كده، اللي هو ايه؟ انه الاقي ده كده بيتحرك لبره وده كده بيتحرك لبره لحد لما يوصلوا لسيرتن ديسبيسمنت او ماكسيمم ديسبيسمنت، وبعدين يبتدوا ايه الاثنين يرجعوا في نفس الوقت. تمام. طيب ده لو انا اخدت الجسمين دول وحركتهم كده، او لو اخدت الجسمين دول وحركتهم لجوه، مش فارق انا بدات الحركه فين، المهم ان انا عملت نفس الاكشن، عملت شكل سيمتريك، يعني اللي حركته كده حركته كده. طيب لو انا عملت الشكل سيمتريك، لو انا جيت عملت شكل تاني، جبت الجسم اللي على اليمين ده وديته كده، وجيت جبت الجسم اللي على الشمال ده وديته كده، تمام، حركتهم هما الاثنين كده بنفس الشكل بنفس الماجنتيود، ده 5 سم يمين وده 5 سم يمين، هل السبرينج اللي في النص حصل له اي حاجه؟ هو كان مثلا من ناقص 2.5 ل 2.5، بقى من 2.5 ل 7.5 مثلا، فهو كده لسه الطول بتاعه هو الاوريجينال لينث. طيب هو كده ما حصلش باي حاجه صح؟ يبقى السبرينج اللي في النص ده مش هيأثر عليه اي فورس، مش هيأثر باي فورس على البوديز اللي موجود. امال ايه اللي هيأثر؟ طب السبرينج اللي هنا ده كان كده وانا بعته، فهتلاقيه ايه؟ طول. فلما يطول هبتدي يحاول يشد الجسمين الناحيه دي، والسبرينج اللي هنا اتضغط قصر شويه، فهتلاقيه يحاول يشد الجسمين الناحيه دي وده بيشد الجسمين الناحيه دي صح؟ فنلاقي ساعتها ده شكل مختلف للحركه، ان انا لما اخدت الجسمين وجبتهم كده نلاقي الجسم اللي جه كده ده الاثنين عايزين يرجعوا، الفورسز بتحرك الجسمين نحس ان هما الاثنين عايزين يرجعوا. طيب لما الاثنين يرجعوا ده كده رجع شويه وده كده رجع شويه، مش هيفضلوا يرجعوا لحد لما ده يتضغط وده يتفرد فيبقوا عايزين هما الاثنين يروحوا تاني؟ تمام. فهتلاقي الاثنين بيعملوا يو تيرن كده ويتحركوا تاني في الاتجاه ده بعد شويه. اوكي، يبقى دول كده شكلين للحركه، ده كده شكل الجسمين فيه بيتحركوا عكس بعض، وده كده شكل الجسمين فيه بيتحركوا مع بعض. اوكي. طيب انا لو جيت حركت، انا دلوقتي اديت تو سبيشال كيسز اللي هما ان انا جبت التو ماسز ووديتهم كده فطلع لي الحركه اللي ايه العكس بعض، او جبت الاثنين وحركتهم كده فطلع لي الحركه اللي زي بعض. طب هو دول التو اوبشنز بس للانيشال ديسبيسمنت؟ يعني انا وانا ماسك الماسز ما ينفعش اعمل غير كده؟ انا عشان انا ممكن احط اي انيشال ديسبيسمنت انا عايزه، مش انا بمسك الماسز دي بايدي واحركها بديها انيشال ديسبيسمنت، مره جيت حطيتهم هنا مره حطيتهم في ريست بوزيشن بتاعته جيت اديت لهم انيشال ديسبيسمنت كده فابتدوا يعملوا لي كده، مره تانية جبتهم هما الاثنين وحطيتهم كده فابتدوا يتحركوا لي كده مع بعض. طب انا حر، انا عايز امسك الجسمين دول واحد منهم مش هعمل فيه حاجه والتاني هجيبه كده، طب ده كده ولا بيفولو ده ولا بيفولو ده. طيب الحاجات هتتصرف ازاي بقى؟ طيب في الحاله دي
بنرجع لحاجه اسمها ايه الايجن فاليو بروبلم. ايه هي الايجن فاليو بروبلم؟ ان احنا عندنا سيستم، السيستم ده فيه انيشال ديسبيسمنت وبعد كده بيبريدكت قدام في المستقبل الحركه هي ايه. يعني انا هنا في المساله دي اديته الانيشال ديسبيسمنت ده، اديته للسيستم فقال لي اه والله ده انا هقعد اوسيليت كده بالشكل ده. طيب الايجن فاليو بروبلم ده بيقول لك ايه؟ والله احنا عندنا في حاجه اسمها مودز للحركه، اشكال للحركه. طيب اشكال الحركه دي بتنتج عن اشكال للانيشال ديسبيسمنت، تمام؟ طيب انا اعمل ايه بعد كده عشان اعرف ابريدكت الحركه؟ اي شكل عندي في الانيشال ديسبيسمنت، يعني الانيشال ديسبيسمنت ده هو شكل كورسبوندنج للحركه بس ات تايم بيساوي زيرو، صح؟ يعني الحركه اللي انا هكمل فيها بعد كده في الحاله دي، في الحاله دي لما انا جيت حركت ده كده شويه وجيت حركت ده كده شويه، يبقى في الاخر انا عملت ايه؟ كان الديت ده مثلا اكس بيساوي واحد، وجيت ده كده قلت اكس دي اكس واحد مثلا او ده اكس اتنين عشان ده الماس اتنين، وده كده اكس واحد بيساوي ايه هنا؟ لما جيت حركت ده كده وحركت ده كده هنا بيساوي ايه الاكس بتاعته؟ نعم؟ مش سامع. نيجاتيف واحد بالظبط. هو طبعا في ديسبيسمنت موجود بس انا قصدي الاكسترا ديسبيسمنت اللي هو زياده عن الريست بوزيشن بتاع السبرينجز. فانا كاني جيت مثلا ده الريست بوزيشن بتاعه وانا جيت قلت لا ده انا مش هوقفه هنا، ده انا هجيبه كده هنا. يبقى انا جيت قلت ان الاكس ده بيساوي مثلا واحد، وهنا ده الريست بوزيشن بتاعه انا جيت حركته كده، فقلت يبقى اكس واحد دي بتساوي نيجاتيف واحد على اعتبار ان انا ديفايننج الاكس واحد والاكس اتنين في الاتجاه، فواحد منهم اتحرك واحد والتاني اتحرك ماينس واحد، تمام؟ طيب في الاخر لما انا جيت بصيت على شكل الحركه لقيت ده ايه؟ ده اتحرك كده وده اتحرك كده وبعدين الاثنين وصلوا لحاجه ورجعوا وبعدين فضلوا يتحركوا زي بعض، يبقى كان الاكس دي ساويت ايه في الاخر؟ اكس 2 دي ساويت واحد مضروب في ايه؟ في كوزين او في ساين. وهنا اكس 1 ساويت ايه؟ نيجاتيف 1 مضروب في نفس الكوزين. هو نيجاتيف واحد مضروب في نفس الكوزين دي معناها ان في ايه؟ في فيس شيفت ما بينهم، صح؟ كام؟ 180. لما ده راح لاقصى ديسبيسمنت كان ده رجع لاخر ديسبيسمنت، تمام؟ طيب يبقى واضح قوي ان السيستم ده بيحافظ دايما على ان الديسبيسمنت اللي هنا والديسبيسمنت اللي هنا تبقى ريشيو ما بينهم 1:1، تمام؟ بما ان السيستم سيمتريك، يعني انا اعتبرت ان السبرينجز دي كلها ايه؟ انا بس بدي اكزامبل سمبليفايد، فانا افترضت ان السبرينجز دي كلها قد بعض، فما فيش اي مبرر ان واحد منهم يتحرك بسرعه غير الثاني. انا بجيب الكلام ده ايه؟ بايولوجيك يعني. يبقى واضح جدا ان مهما سبتهم هيفضلوا يتحركوا، بس لما ابص على اي ديسبيسمنت هنا وديسبيسمنت هنا في نفس اللحظه، يعني كوزين دي زي كوزين دي، يعني دي كوزين اوميجا تي ودي كوزين اوميجا تي، لما اجي ابص عليها هلاقي ايه؟ هلاقي انه ده بالنسبه لده نفس الفاليو بس بالنيجاتيف، لما ده كان يمين حبه ده كان شمال نفس الحبه، تمام؟ طيب يبقى كده ايه؟ واضح ان الشكل الاكسايتيشن اللي انا عملته ده اللي هو واحد وناقص واحد بيحافظ على شكل الحركه. يبقى انا دخلت للسيستم انيشال ديسبيسمنت طلع لي شكل الحركه شبه الانيشال ديسبيسمنت بالظبط، بس كل ما هناك مضروب في فاكتور، صح؟ مش كده ولا ايه؟ اللي هو الكوزينات اللي هي بتتغير مع التايم. لو انا جيت وقفت عند تايم بيساوي زيرو يبقى هو نفس الانيشال بوزيشن. لو انا جيت وقفت عند تايم بيساوي واحد هلاقي واحد وناقص واحد بس ده مضروب في فاكتور وده مضروب في نفس الفاكتور، تمام؟ هو ده الديفينيشن بتاع كلمه مود، زي بالظبط المودز بتاعت الويف جايد. هي كانت ايه المودز بتاعت الويف جايد؟ الويف جايد كان بيقول لك والله لو دخلت حاجه بالشكل ده الديسبيسمنت الفيلد ده هيطلع الناحيه الثانيه نفس الشكل، صح؟ لو انا عندي ويف جايد كده وانا جيت دخلت فيه فيلد بالشكل ده، تمام؟ اللي هو اول مود في الويف جايد. فالديفينيشن بتاع المود كان انه مهما مشي جوه هيطلع الناحيه الثانيه بنفس الشكل. ده نفس الكونسبت اللي موجود هنا.
الشكل اللي انا رسمته ده اداني مود. المود ده يعني ايه؟ يعني انا اديت انيشال ديسبيسمنت بشكل معين، الانيشال ديسبيسمنت دي بتفيد الديسبيسمنت بتاع مود معين. فمهما استنيت في الوقت اللي هو هنا كان ايكويفالنس للمسافه، مهما استنيت في الوقت هيطلع عندي نفس الشكل بس مضروب في فاكتور. زي ما هناك كان عندي ايه؟ كان عندي فيس فاكتور، اه نفس الشكل طلع بس مضروب في فيز ومضروب في اتينيويشن. هنا نفس الكلام، هلاقي مضروب في فيز اللي هي الكوزاين، الكوزاين دي هي فيز، ومضروب برضه في اتينيويشن. في الحاله دي انا ما حطيتش اتينيويشن ليه؟ لان الاتينيويشن بيجي من الدامبنج، وانا هنا ما رسمتش دامبنج فمفيش اتينيويشن، فهتفضل توسليت ناقص واحد لواحد كده فور ايفر. والله لو كان في ما بينهم هنا بقى دامبر كده كان هيبقى هنا في ايه؟ الكوزاين دي مضروبه في الاخر في اي اس نيجاتيف الفا، اي اس نيجاتيف الفا تي، تمام؟ فكان هيطلع لي الاثنين بيتحركوا برضو زي بعض، بس بيتحركوا زي بعض وهما الاثنين الماجنتيود بتاع الديسبيسمنت بتاعهم عمال يقل. طيب نفس الكونسبت ده برضو فاليد هنا، لما انا جيت حركت ده يمين ويمين 1 سنتي، الاثنين هيتحركوا بنفس الشكل فور ايفر. بس كل ما هناك ان بدل ما هنا كان واحد وناقص واحد، هلاقي الاثنين بيتحركوا ايه؟ اكس واحد بيساوي واحد كوزاين، واكس اتنين بيساوي برضو واحد كوزاين. اوكي؟ يبقى دول كده بيمثلوا لي ايه؟ بيمثلوا لي تو مودز. تمام؟ طيب هو انا المفروض يبقى عندي كام مود؟ على حسب عدد ديجريز اوف فريدم اللي عندي. تمام؟ انا هنا عندي كام ديجري اوف فريدم؟ اتنين، صح؟ يبقى انا عرفت ان عندي تو مود. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه اسيومنج ان مفيش اكتنج فورس، احنا بنتكلم على الكيس اللي هي زي اول كيس في السنجل ديجري اوف فريدم. طب هو انا زي هو انا اول كيس في السنجل ديجري اوف فريدم كان بيبقى عندي كام مود؟ مود واحد اللي هو بيوسليت عند ايه؟ عند اوميجا دامبد، صح؟ حسبت البتاع حركته كده هيقعد يوسليت عند اوميجا دامبد. ليه؟ لان ده الناتشرال مود بتاع السنجل ديجري اوف فريدم سيستم. هنا لا، انا عندي 2 ديجريز اوف فريدم فبقى عندي 2 مودز. طيب هل انا بالضروره احرك ده ناقص واحد وواحد او احركه واحد وواحد؟ لا، ممكن احركه اي حاجه زي ما قلت، ممكن اثبت ده كده زيرو واحرك ده اتنين مثلا، صح؟ طيب ايه الحل بقى هنا؟ زي فكروا كده باي انالوجي للويف جايد. احنا عملنا ايه في الويف جايد؟ او المفروض مش ضروري نكون عملناها بايدينا، بس المفروض نكون فاهمين احنا في الويف جايد اساسا بنعمل ايه. يعني لو جيت دخلت على الشكل ده حاجه اربيتري، جيت دخلت عليه بدل الشكل مثلا اللي هو في بيك واحده كده، ده دخلت فيلد بالشكل ده بلس مثلا، بلس في السبيس كده مش في التايم. يعني بنعمل ايه في البلس دي؟ نعم بالظبط كده، بنعمل لها ديكومبوزيشن لاشكال المودز اللي احنا عارفينها، تمام؟ فبنروح نقول دي والله هي ايه؟ هي عباره عن كوزاين مضروبه في 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 فاكتور، زائد ساين مضروبه في فاكتور، زائد كوزاين كده مضروبه في فاكتور، وهكذا. دول المودز بتاعتي، واروح اشوف كل واحد منهم ايه الفاكتور بتاعه ايه؟ وادخله في السيستم واشوف طلع ايه في السيستم وارجع اجمع تاني. زي ايه؟ زي فوريه. مش عارف اعمل كده اصلا فوريه؟ لو انا عندي اي سيستم مش عارف اشتغل عليه عشان في كومبليكيتد سيجنال داخله، بس انا عارف ان السيستم ده لينير. اهم حاجه الشرط ان هو بس يكون لينير عشان يبقى بيتجمع ويتضرب في فاكتورز براحته. فلو انا عارف ان عندي سيستم لينير، بروح اشوف الاكسايتيشن اللي عندي اللي هو هنا ده في الحاله دي، ده اسمه الاكسايتيشن. في الحاله دي الاكسايتيشن هو ايه؟ نعم بالظبط، الانيشال ديسبيسمنت اللي انا بعمله ده الاكسايتيشن، وعايز اشوف مع الوقت او لما خرجنا من السيستم ايه اللي حصل. فاروح افك او احول الانيشال ديسبيسمنتس بتاعتي لايه؟ للمودز دي، حاجه بالشكل ده وحاجه بالشكل ده. فلو انا عندي هنا 2 و1 هعمل ايه؟ لو انا عندي سوري 2 و0، يعني انا قلت ان اكس 1 اوف 0 بيساوي 0 واكس 2 اوف 0 بيساوي 2، يبقى شكل المودز بتاعتي ايه؟ شكل المودز بتاعتي هي اللي هنا، صح؟ طيب المود الاولاني انا واخد منه كونتريبيوشن بقد ايه؟ نعم؟ لا، في كونتريبيوشن. الشكل ده ممكن احلله لايه؟
الزيرو ده بيساوي ناقص واحد زائد واحد صح؟ والاثنين بيساوي واحد وواحد صح؟ ده واحد وده واحد، يبقى دول كده مع بعض بيمثلوا لي شكل المود الاولاني، ودول كده مع بعض بيمثلوا لي شكل المود الثاني. تمام؟ يبقى انا قدرت احلل اي حركه بتاعتي، بما ان المودز بتاعتي هنا ايفن واود فالموضوع كان سهل. ممكن المودز تبقى مور كومبليكيتد، ما تبقاش ايفن او اود لو الشكل هنا مش نفس الكهات، فهيبقى الموضوع اصعب. عشان كده في بروسيجر معمول ان احنا ازاي نديكومبوز الحاجات دي، بس انا بقول لك الكونسبت لو هي حاجه سهله كده فانت فاهم بعينيك. انا فاهم بعينيك ان انت عندك الحركه، لو انا حركت واحد زيرو والتاني اتنين كاني حركتهم هما الاثنين كده، وبعد كده حركتهم هما الاثنين كده. محدش فاهم الكلام ده؟ فاهمين ولا مش فاهمين الكلام ده؟ طيب ماشي، هل انا كده قدرت ان انا ابريدكت الحركه؟ اه قدرت ان انا ابريدكت الحركه. ليه؟ قلت والله انا عندي هنا واحد كوزين زائد واحد كوزين، مش انا عرفت ان انا لو عندي انبوت بواحد هنا بيطلع واحد كوزين، ولو عندي انبوت هنا بواحد برضو بيطلع واحد كوزين. ده بقول لك يعني ايه، طبعا في فاكتورز نورماليزيشن فاكتورز وحاجات كده، بس انا بقول لك الكونسبت. يبقى انا عرفت ان ده هيطلع عندي واحد في الكوزين الاولاني زائد واحد في الكوزين الثاني، انما ده مش هيطلع كده، ده هيطلع واحد في الكوزين الاولاني او ناقص واحد في الكوزين الاولاني زائد واحد في الكوزين الثاني. تمام؟ طيب يبقى هنا هيطلع في الاخر، ممكن تقول لي ايه خلاص يبقى ده هيطلع واحد زائد واحد، يبقى ده في الاخر يطلع باثنين كوزين وده يطلع بزيرو. لا ليه بقى؟ هل انا قلت لك ان الكوزين هنا ليها نفس الفريكونسي زي الكوزين هنا؟ لا، ده كده بيوسليت بفريكونسي وده كده بيوسليت بفريكونسي زي بالظبط هنا ايه؟ البيتاز، كل مود ليه البيتا بتاعته صح؟ يبقى كل واحد منهم as it goes through the system بياخد فيه سيكتور مختلف عن المود التاني. هو ده بالظبط اللي هيحصل هنا. هتلاقي هنا واحد في كوزين اوميجا 1 في تي، اوميجا 2 في تي. وهنا عندك نيجاتيف واحد في كوزين اوميجا 1 في تي، اوميجا 2 في تي. جمع كده الحاجات دي على بعض. اي تايم تاني غير الزيرو مش هتلاقيهم بيطلعوا زيرو واثنين. ممكن تلاقي في تايم تاني قدام قوي بيحقق نفس الشرط بس مش دايما. تمام؟ فتلاقي يطلع لك بقى شكل راندوم كده. كل واحد منهم بيتحرك مجموع كوزينين، كل كوزين منهم ليه فريكونسي مختلفة، هو مجموع كوزينين بيطلع ايه يا جماعة؟ نعم؟ مش سامع. لا، مجموع كوزينين لو هما مش قد بعض بيطلع بيتنج. اوكي؟ طلع حاجات تبتدي تعمل كده، وبعد كده تعمل كده وهكذا. فنلاقي الشكل عمال ايه؟ يعمل بالشكل ده. تمام؟ لان ممكن نحاول اي كوزينين مجموعين على بعض، الكوزينين مضروبين في بعض، واحده منهم بطيئه قوي وواحده منهم سريعه جدا. فتلاقي البطيئه قوي هي اللي بتكبر وتصغر بالراحه خالص دي، والسريعه جدا هي اللي ايه؟ الاوسيليشنز الكتير دي. تمام؟ فيبقى انا عندي شكل هيطلع بيتنج. طيب لو جيت رسمت الفريكونسي ريسبونس بتاع الكلام ده، المفروض ده يطلع سهل جدا، يطلع عامل ازاي الكلام ده؟ عشان عارف ان انا عندي كوزينين، يبقى يطلع عندي بيك في الكوزين الاولاني وبيك عند الكوزين الثاني. طبعا هو ليه بيطلع كوزين ليه بيطلع؟ يعني السيستم ده سهل لاني مش حاطط دامبنج، فالمفروض يطلع كده وكده، ودي كده اوميجا 1 ودي كده اوميجا 2. بس طبعا لما يبقى سيستم حقيقي في دامبنج، اي لوسز ممكن نحطها على انها دامبنج، يعني فريكشن ممكن نعتبره دامبنج، لو في دامبر محطوط فيزيكال فعلا يبقى ده دامبنج. فتلاقي بقى الكلام ده بيخلي ايه اللوسز، تخلي الكيرف ده يبقى عامل ازاي. يعني الكيرف ده مش حقيقي، شكله مش منطقي، الشكل المنطقي بتاعه يبقى عامل ازاي؟ هل الاوسيليشن فريكونسيز دي هتتغير جامد؟ تتغير حاجه بسيطه صح؟ ليه؟ زي في السنجل ديجري اوف فريدم سيستم اللي احنا اخدناه، كان في فرق بين اوميجا ان واوميجا دي. يبقى لما بنحط السيستم الحقيقي بنلاقي الفريكونسيز شفتت شويه صغيرين. طب وغير كده؟ غير كده الحقيقه ان احنا هنلاقي الشكل ما بقاش امبلسز، لان احنا فين مفيش حاجه في الحقيقه بتطلع امبلس فعلا صح؟ يعني هنلاقي الشكل عمل كده. تمام؟ طيب لو انا بعمل ديزاين لحاجه زي الايه؟ زي السيستمز بتاعت سنجل ديجري اوف فريدم اللي انا كنت عاملها قبل كده، اللي هي كانت قبل الميد تيرم،
زي الجايرو او زي الاكسلرومتر او زي الكلام ده. احنا طلعنا ان انا لما بشتغل عند الريزونانس فريكوانسي ايه اللي بيحصل؟ الريسبونس بتاعي بيحصل له ايه؟ بيبيك. طب مش ده اللي انا عايزه؟ ساعات انا عايز الريسبونس يبقى عالي عشان احسن السنسيتيفيتي بتاعتي. السنسيتيفيتي بتطلع عند لو انت عند الريزونانس احسن حاجه. يبقى انا من مصلحتي ان انا في بعض الاحيان هطلع اوميجا 1 واوميجا 2 دول قريبين جدا من بعض. اذا عرفت اطلعهم هم نفس الاوميجا يبقى كتر خير الدنيا. يطلع السيستم ايه ساعتها عالي قوي بقى كده لفوق. يبقى انا كده ضربت الريسبونس بتاعي في حاجه جامده جدا. لو انا عايز اقوي ريسبونس اعمل كده. لو انا عايز ما اعملش، لو انا مش عايز اقوي ريسبونس، لو انا عايز اتفادى البيكس دي ابعدهم على قد ما اقدر عن بعض. اوكي؟ طيب يبقى احنا عشان نعمل الكلام ده الجزء الاولاني من اي مساله سواء بقى كان فيها اكسايتيشن او ما فيهاش اكسايتيشن زي دي مساله ما فيهاش اكسايتيشن، بس انا عشان اعرف احلها محتاج دايما احول الحاجات للمودز بتاعتها. تمام؟ في حاله ان هي ما فيهاش اكسايتيشن خلاص يبقى الحل هو ان انا اجيب المودز دي اللي هي ايه؟ انا جبت حاجتين للمود صح؟ جبت الايجن فاليوز والايجن فانكشنز اللي هما كورسبوندنج هنا لايه؟ الديسبيسمنتس اللي انا جبتها دي 1 و1 وناقص 1 وهنا طلعوا كام؟ طلعوا 1 و1. يبقى الماجنيتيود في حد ذاته مش مهم، بس اللي فارق ما بيني هو الريشيو ما بين ده وده. لو ده 1 يبقى ده 1 تمام؟ طيب هنا لو ده 1 يبقى ده ناقص 1. يبقى دي اهم حاجه محتاجين نعرفها للمود، الريشيوز ما بينهم. بنكتبها في صوره ايه؟ بنكتبها في صوره فيكتور كده. هقول مثلا انه الاكس الاولاني بيساوي حاجه معينه كوزاين مثلا او ساين او واتيفر مضروب في ايه؟ 1 و1، بحيث لو ده اتحرك بواحد يبقى الثاني هيتحرك بواحد. اكس دي مش اكس واحد، سوري، دي اكس بتاعت الفيرست مود يعني. اوكي؟ الاكس بتاعت الفيرست مود فيها حاجتين، 1 كوزاين و1 كوزاين، او فيها 1 كوزاين وناقص 1 كوزاين. يبقى دي اول حاجه مهمه عندي عشان احدد المود. ثاني حاجه مهمه عندي عشان احدد المود هي ايه؟ نعم؟ مش الفيز ما بينهم بقى، لا، ما الفيز ما بينهم ده ممكن يكون موجود هنا. لو في فيز شيفت ما بين ده وده هيجي لي هنا برضه. الماجنتيود ده مش لازم يكون ريل. ممكن اقول 1 واي اس جي باي مثلا. يبقى واحد منهم نيجاتيف الثاني. صح؟ يبقى انا كده دخلت في المود الثاني. لا، اللي مهم جدا عندي بقى واهم حاجه بتكاركترايز المود هو الاوميجا. الاثنين دول بيوسليتوا عند اوميجا فيرست مود. تمام؟ يبقى المود طلع بالاوميجا بتاعته والريشيو ما بين الحاجتين. تمام؟ طيب عشان اللينجو بتاعت الامتحان، الاوميجا دي بنسميها ايه؟ الايجن فاليو. اوكي؟ وواضح من ده كده ان هو شكله ايه؟ فيكتور. بيقول لك ريشيو ما بين ده لده. يبقى ده نسميه ايه؟ الايجن فيكتور. تمام؟ طيب مفيش اي مشكله لو انا جيت قلت لك ده برضو يعني ايه عشان الناس ما تتلخبطش. لو انا جيت قلت ان الايجن فيكتور ده هو 2 و2 اي سي جي باي، فرقت في حاجه؟ ما فرقتش في حاجه، صح؟ طيب يبقى ممكن تلاقيه 1 و1 او 2 و2. في كتير من الاحيان بندفاين الايجن فيكتور على ان هو يبقى نورمالايز، بحيث يبقى ده سكوير زائد ده سكوير كله تحت الجذر بيساوي ايه؟ 1. فيبقى عندنا ايه؟ احنا عندنا 2 elements، هيطلع الـ كل فاليو بتاعت كل واحده منهم بكام؟ 1 على روت 2. هتقول لي طب هو انا لازم الماجنتيود ده خلاص يعني انا whatever displacement عملته يطلع 1 على روت 2؟ هقول لك لا عادي. طب ممكن تكتب اي فاكتور هنا بره؟ اكس نود مثلا، هيبقى دي الانيشال displacement. تمام؟ لا، في حاله ان انت حاطط جوه حايد مثلا يبقى الاكس نود بره. فانا قصدي ان انت مهم عندي ريشيو ما بينهم، واللي مش واللي كومن ما بينهم طلعوا بره وخلاص. ويبقى الريشيو ما بينهم دي هي ايه؟ الايجن فيكتور، والاكتشوال امبليتيود بقى ده طلع بره. تمام؟ حد عنده مشكله قبل ما امسح الكلام ده ونبتدي نشوف كده مساله؟ الايجن فيكتور هو الفيكتور ده اللي بيمثل الريشيو ما بين الماجنتيود الاولاني للماجنتيود الثاني. لا، بتاع 2 elements within نفس المود.
يبقى انا كده عندي كام ايجن فيكتور في السيستم ده؟ 2، واحد للمده واحد للمده. عندي كام ايجن فاليو؟ 2، واحد للمده واحد للمده. يبقى التوتال ريسبونس هو الكلام ده زائد اكس في سكند مود، يبقى اكس توتال بيساوي الكلام ده. تمام يا شباب ولا ايه؟ ساكن. طيب انا دلوقتي قدامي حاجه من اثنين، بما ان انا جاي متاخر ولازم ارجع اجيب الشاحن، انا ساكن قريب يعني ما بين السكشنين، ارجع اجيب الشاحن عشان مش عارف اكمل السكشن الثاني. فهل تحبوا ان احنا الكلام اللي احنا شرحناه ده نحل الاكزامبل اللي في المحاضره ونشوف كل حاجه بتكورسبوند لايه بالظبط في اللي انا شرحته؟ وبعدين هو شيت فيه 4 مسائل، اوكي، في مساله منهم من الكتاب بالظبط، فتفتحوا الكتاب، مش فاكر اكزامبل كام الحقيقه، تفتحوا الكتاب في الاكزامبل محلوله يعني الاكزامبلز المحلوله في الكتاب، وفي مساله انا حليتها، اوكي، ففاضل مساله كمان احلها، فممكن نحلها دلوقتي، بس هنبقى عملنا جمب للربط ما بين الحاجات اللي انا بشرحها واللي اتعمل في المحاضره، او اكمل دلوقتي الحاجات اللي اتعملت في المحاضره ونبقى نحشرها المره الجايه. انتوا عايزين ايه؟ سمعتش. نعم؟ طيب. ماشي. اوكي. هو الناس اصلا ايه الجنرال فيدباك بتاع عن الميد ترم؟ يعني هل الناس بتصيح من الميد ترم ولا انتوا تمام؟ الميد ترم بتاع الميمز يعني كويس؟ اوكي ماشي. هاي اللابتوب قرر ان هو مات خالص. ماشي.
طيب اول حاجه طيب اول حاجه عندنا اول خطوه نعملها زي ما كنا بنفكر واحنا بنطلع المودز كنا بنفكر بايه نشوف كل واحد منهم لما يتحرك ايه اللي هياثر عليه صح يبقى نكتب الكلام ده في صوره ايه فورسز دياجرام كده نشوف والله الاكس 1 هنا ديفايند في الاتجاه طيب السبرينج ده بيأثر ازاي نعم ما هي بقى الفكره ان انت ما ينفعش تقول لي بيأثر كده او بيأثر كده عشان لو جبته كده هيرجع كده ولو جبته كده هيرجع كده صح ولا ايه يبقى مش بيأثر في اتجاه معين على حسب ايه على حسب قيمه الديسبيسمنت اللي موجود صح يعني لو انا جيت عملت قلت ان هو يأثر بفورس في الاتجاه ده يبقى الفاليو اللي هحطها بقى للفورس بتساوي ايه لو انا جيت حركت عايزين عشان نجيبها نجرب نحرك الجسم في اتجاه الحركه الاصلي اتجاه الحركه الاصلي هنا هو اكس 1 لما اجي احركه في اتجاه اكس 1 السبرينج هيوديه فين هيرجعه صح طيب انا رسمته اوريدي بيرجعه يبقى الفاليو اللي هنا هكتبها بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف كي اكس 1 تمام طيب هو لسه في السبرينج اللي في النص بس خليني اعمل ده انا هرسم الفورس دي كده تمام طيب تعالوا نحرك انا رسمته اربيتري يعني الرسمه اللي انا رسمتها دي اربيتري اللي فارق معايا ان انا همسك الجسم ده واحركه في اتجاه الايه مش اتجاه الفورس لا اتجاه اللي هو محدد لي ان هو اكس 2 بيقول لي اكس 2 في الاتجاه ده يعني هو لما بيجي كالكليت اكس 2 بيحسبها في الاتجاه عايز انت تحسبها في الاتجاه ده سميها نيجاتيف اكس 2 بس هي دلوقتي في الاتجاه ده واسمها اكس 2 لما اجي احركه في الاتجاه ده السبرينج هيأثر عليه ازاي؟ هرجعه لورا صح؟ طيب لو انا راسم الفورس في الناحيه دي يبقى الفاليو هنا المفروض تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف بالظبط يبقى دي كده نيجاتيف كي اكس 2 طيب لو انا من الاول كنت رسمتها في الاتجاه ده هتطلع كي اكس 2 على طول تمام؟ طيب خلينا مش خلي الاسهم اللي في النص دي كده طيب بالنسبه بقى للي في النص ده اللي في النص ده الديسبيسمنت بتاعه بيساوي ايه؟ بالظبط بيساوي ده ماينس ده طيب خلينا نقول كي اكس 1 ماينس اكس 2 تمام بوزيتيف بقى ولا نيجاتيف انا رسمت له اتجاه لسه بقى عايز اعرف اشارته تعالوا نعمل حاجه ظريفه جدا اعتبر ان اكس 2 ثابت ما بيتحركش وحرك ده لما تيجي تحركه في اتجاه اكس 1 كده لما تيجي تحركه هيوديه فين هيرجعه صح يبقى زي الاتجاه اللي انا رسمه عكسه دي لازم تطلع زي دي بالظبط لانه احنا منهم كده واحنا منهم كده يبقى التوتال فورسز اللي على السبرينج زيرو اوكي هي تطلع نيجاتيف برضو كي اكس 1 ماينس اكس 2 تمام هو في المحاضره كان عامل الاسهم دي العكس ما كانش فيه نيجاتيف زي طيب عايز احول الكلام ده بقى لايه ايكويشنز عشان نعمل ماتريسيز بعدين نجيب لها الايجن فاليوز والايجن فاكتورز بتوعها. طيب هنا هعمل سميشن للفورسز. نفس الاتجاه اللي انا اللي هو كان محدده لي هو اللي هكتب بالنسبه له الفورسز، يبقى الفورسز بتتحرك في الاتجاه ده. يبقى سميشن الفورسز بيساوي ايه؟ ايه الفورسز اللي بتتحرك في الاتجاه ده؟ اهو نيجاتيف كي اكس 1 ماينس اكس 2، في فورسز ثانيه بتتحرك في الاتجاه ده؟ لا. طيب في الاتجاه ده يبقى نحط ماينس ونحط الفورسز اللي بتتحرك في الاتجاه ده اللي هي كي اكس 1 هنلاقي في الاخر ان احنا عندنا نيجاتيف 2 كي اكس 1 زائد كي اكس 2 تمام طيب الكلام ده بيساوي ايه بقى ماس في الاكسلريشن تمام طيب هنا هنعمل نفس الكلام هتطلع بايه تطلع ماس في الاكسلريشن الكلام ده بيساوي نيجاتيف كي اكس 2 لان هي في الاتجاه ده بس من نيجاتيف مع الاتجاه المظبوط
بعدين دي هتطلع برضو ايه؟ نيجاتيف كي اكس 2 ماينس اكس 1. هي هنا كانت اكس 1 ماينس اكس 2 وهنا اكس 2 ماينس اكس 1. طيب احنا كده عندنا ايه التو ايكويشنز، نكتبهم بقى في صوره ماتريكس. ازاي نكتبهم في صوره ماتريكس؟ هنعمل فيكتورز اساسيه كده عندنا، اول حاجه هي الايكويشنز دي هوموجينيوس ولا ان هوموجينيوس ولا نان هوموجينيوس؟ يعني ايه هوموجينيوس يعني نان هوموجينيوس يا جماعه؟ ماشي، هي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الزيرو، لان يعني اي كل الترمات عندي فيها اكس، صح؟ طيب فانا عايز اول حاجه احطها على الفورم دي، الفورم بتاعت الهوموجينيوس ايكويشن، عشان بس ابقى مفرق وانا بحل ما اتلخبطش واجي احل الحل اللي هو ايه؟ الحل بتاع الفورسد. انا دلوقتي بحل حل مش فورسد، فاحط الايكويشنز على الشكل اللي هو ايه الصح. طيب ايه الشكل الصح؟ ان انا اقول هنا ام اكس 1 دبل دوت، الترمات اللي فيها اكس دي اوديها الناحيه الثانيه، ازائد 2 كي اكس 1 ناقص كي اكس 2، الكلام ده بيساوي 0. هنا ام اكس دبل دوت ماينس، هتروح هناك تبقى بوزيتيف دي ودي، يبقى 2 كي اكس 2، هنا ماينس ماينس تبقى بوزيتيف، تروح هناك بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف كي اكس 1. هي يعني نفس الايكويشن بالظبط، بس كل اكس 1 هنا بدلناها باكس 2. طيب ده كده الشكل، الشكل ده بيقول ايه؟ اول حاجه انا عندي تو ايكويشنز، فيبقى الماتريسيز كلها تبقى ايه؟ تو اليمنتس. يبقى الماتريكس دي ماتريكس وده فيكتور، ودي ماتريكس وده فيكتور. الناحيه الثانيه هحط ايه؟ صفار. طيب الفيكتورز ده سكند اوردر سيستم، فانا اكسبكتنج ان انا يبقى عندي ثلاث انواع من الفيكتورز. فيكتور بيعبر عن التفاضل الثاني، فيكتور بيعبر عن التفاضل الاول، فيكتور بيعبر عن الاكسات نفسها. في الحاله دي ما عنديش تفاضل اول، فما فيش كيرف فيكتور التفاضل الاول، فنحط على طول الفيكتور بتاع التفاضل الثاني x1 دبل دوت وx2 دبل دوت، وهنا نحط x1 وx2. طيب هو انا عايز ايه يطلع لي جنب x1 دبل دوت وx2 دبل دوت؟ عايز ده يضرب في الماس. طيب في الايكويشن الاولانيه انا عايز x2 دبل دوت يضرب في ايه؟ في زيرو، صح؟ يبقى نحط هنا ماس ونحط هنا زيرو، عشان لما اجي اضرب ده في ده، ده يتضرب في ده يديني ام في اكس 1 دبل دوت، وزيرو يتضرب في ده، فيطلع لي الشكل اللي موجود عندي في الايكويشن. في الايكويشن الثانيه انا عايز اكس 1 يتضرب في ايه؟ في زيرو، واكس 2 هو اللي يتضرب في ماس، يبقى ده في ده وده في ده، وبعدين ده في ده وده في ده، تمام؟ طيب في ثاني فيكتور بقى الاقي كي اكس 1 عايز اضربه في 2 كي، واكس 2 عايز اضربه في نيجاتيف كي، يعني 2 كي ونيجاتيف كي، وبعدين نيجاتيف كي و2 كي، تمام؟ طيب انا اصلا بدور على ايه؟ بدور على حلول واخده شكل ساينوسويدال، صح؟ طيب انا باسيوم ان الشكل هيكمل ساينوسويدال، شكل المود يعني، اوكي؟ هل بالضرورة ده الشكل الوحيد اللي أنا أديكومبوز فيه الحاجات؟ أنا ممكن أديكومبوز الحركة بتاعتي مش لحركتين ساينوسويدل، ممكن أديكومبوزهم لأي حاجة، حركتين إكسبوننشال، تمام؟ بس أنا فرضت فرض كده، ده نفس الفرض اللي أنا بعمله في إيه؟ نفس الفرض اللي أنا بعمله في فوريه لما باجي أعمل ديكومبوزيشن. هو حد قال إن الشكل في الآخر البالس دي اللي بتدخل على فوريه مثلا، هل حد قال إن هي في جوه أي حاجة ليها علاقة بالساين أو الكوزين؟ لا، بس أنا بختار الساين أو الكوزين عشان هي أسهل لي، وعشان هي بتطلع زي ما هي من السيستم، تمام؟ ده بتطلع زي ما هي من السيستم، ده اللي هو المقصود بايه؟ الايجن مود. طيب انا هنا برضو عملت اسامبشن ان انا هشتغل على ساين وكوزاين. طيب ان اسيوم ان اكس 1 بيساوي اكس 1 نود مثلا مضروب في اي اس ايه؟ جي اوميجا 1 تي، واكس 2 بيساوي اكس 2 نود في اي اس جي اوميجا 2 تي. ايه؟ انا عملت كده عشان اسيوم ان هو ساينوسويدال، عشان ابتدي احلل الحاجات بدلاله ساينوسويدالز، تمام؟ حد عمل ديل؟ شوف
طيب في حاجه غلط في اللي انا كتبته، حد يقدر يقول لي ايه هي؟ ليه الاثنين ليهم نفس الفريكوانسي؟ مش انا دلوقتي بتكلم على سيرتن مود؟ طب مش احنا اتفقنا ان في الرسم في البورد اللي قبل كده ان الاثنين الكوزاين اللي هنا زي الكوزاين اللي هنا؟ امتى الاوميجا تختلف؟ لما اتحرك من مود لمود تاني، انما وذين نفس المود هما ليهم نفس الفريكوانسي، صح؟ يبقى انا دلوقتي وانا بحاول اطلع المودز، يبقى انا بتكلم على سيرتن مود هلاقيهم ليهم نفس الفريكوانسي، تمام؟ طيب نعوض بالكلام ده فوق، يبقى هنشيل اكس واحد دبل دوت دي ونحط مكانها ايه؟ هنفضل مرتين، لما نفضل مرتين هينزل الترم ده مرتين لتحت هيديني ايه؟ بالظبط كده ماينس اوميجا سكوير مضروب في او ده فاكتور بره يعني مضروب في اكس واحد نود واكس اتنين نود وفي اكسبوننشال وفي هنا الماتريكس بتاعتنا اللي هي ام وزيرو وزيرو وام. الفاكتورز دي كلها ممكن تحطها يمين او شمال مش فارقه في حاجه، بس المهم دول ترتيبهم يبقى مظبوط. والناحيه الثانيه عندنا اي اس جي اوميجا تي برده موجوده، نطلعها بره كومن فاكتور، يبقى عندنا الماتريكس بتاعتنا اللي هي 2 كي و2 كي نيجاتيف كي ونيجاتيف كي واكس 1 نود واكس 2 نود. هنلاقي ان احنا اكس 1 نود واكس 2 نود كومن الفاكتور ده هو الفاكتور ده هناخده بره، فيطلع عندي ده مضروب في ده مجموع على ده ودول برده كومن ناخدهم بره. هيطلع عندي ايه؟ يطلع عندي الكومن بره اللي هو اي اس جي اوميجا تي مضروب في الفاكتور ده الماتريكس دي مجموع الماتريكس دي. دي خلينا ندخلها جوه لانها مش كومن في الاثنين فندخلها جوه، فيطلع عندي نيجاتيف ام في اوميجا سكويرد وهنا يطلع عندي نيجاتيف ام في اوميجا سكويرد. يطلع عندي هنا 0 و 0. الكلام ده كله مجموع على ايه؟ الماتريكس دي اللي هي 2 كي ونيجاتيف كي ونيجاتيف كي و2 كي. هجمعهم ازاي؟ هجمع كل اليمنت زي اللي معايا. فهلاقي ال 2 كي دي جات لي هنا وهلاقي النيجاتيف كي دي جات لي هنا الكلام ده بيساوي ايه؟ زيرو، تمام؟ طيب الشرط علشان اعرف الايجن مودز عشان اعرف الاول الايجن فاليوز ان انا بعمل ايه؟ بجيب الماتريكس اللي طلعت لي دي واساويها بصفر، ده كده بيطلع لي ايه؟ الايجن فاليوز. الايجن فاليوز دي اللي احنا قلنا ان هي ايه قبل كده؟ الاوميجاز. فما هناخد الكلام ده نجيب الديترمننت بتاعه ونساويه بصفر. الديترمننت هو ده في ده ماينس ده في ده. الكلام ده هيطلع ايه؟ طلع لنا حاجه اسمها كاركترستيك ايكويشن، لو فاكرين الماتريسيز حاجه اسمها كاركترستيك ايكويشن اللي هي ايه؟ ان احنا نساوي الديترمننت بصفر. كاركترستيك ايكويشن بتطلع فين؟ هكتبها لكم هنا 2 كي ماينس اوميجا سكويرد ام سكويرد ماينس كي سكويرد. الكلام ده بيساوي 0. ده في ده اللي هو ده كده سكويرد ماينس ده في ده النيجاتيف طالع مع النيجاتيف. اوكي؟ طيب يبقى الاوميجا طلعت لي ايه؟ طلعت لي اوميجا 1 طلعت لي اوميجا سكويرد. ليه حلين المعادله؟ ليه حلين ولا ليها كام حل؟ دي معادله من الدرجه الرابعه ليها كام حل؟ ليها اربع حل، حلين بوزيتيف حلين نيجاتيف حلين نفس الفاليو وحلين تانيين نفس الفاليو. اوكي؟ هيطلع اوميجا 1 و2 السكوير بتاعهم بيساوي ايه؟ سكوير روت كي على ام. اوميجا 3 و4 السكوير روت بتاعهم بيساوي ايه؟ ماشي؟ طيب هل معنى ان في اوميجاز بالنيجاتيف طلعت ان انا عندي اربعه مودز؟ لا، انا عندي تو مودز بس اللي هم البوست فريكوينسي اللي هنا والبوست فريكوينسي اللي هنا. اوكي؟ طيب اللي احنا عايزين دلوقتي نكمله ان احنا نجيب ايه؟ احنا جبنا الايجن مود الاولاني الفريكوينسي بتاعته سكوير روت كي على ام والثاني 3 كي على ام. عايزين نجيب بقى الايجن فيكتورز اللي هو فيكتور هو ده اللي هيبقى بره اللي هو الريشيو ما بين اكس 1 واكس 2 لو انا باوسيليت عند الفريكونسي دي.
طيب خلينا ننبه على حاجة، خلينا ننبه على حاجة. هو يا جماعة الإيكويشن اللي فوق دي بقى ليها لازمة؟ الماتريسيز اللي فوق دي، هل الماتريسيز اللي فوق دي هتديني أي معلومة؟ لا خالص. ليه؟ لما أجي أعوض بالأوميجاز دي هنا هيطلع لي إن صفر بيساوي صفر، صح؟ يبقى محدش يرجع يعوض بدولة في الماتريسيز اللي فوق. إذا كنت أنا جايبهم منهم لو رجعت عوضت بيهم تاني هتبقى إيه؟ ريدندنت. أمال أنا أعمل إيه؟ أنا أمسك إيكويشن واحدة وأعوض فيه. أوكي؟ هنلاقي إم في إكس واحد دبل دوت، وبلاش بقى إم في إكس واحد دبل دوت، بعد ما عوضنا بإكس واحد إن هو بيساوي إكس واحد نوت في إكسبوننشال، هيبقى إم نيجاتيف إم في أوميجا واحد بقى سكوير في إكس واحد نوت سنة من الإكسبوننشالز زائد 2 كي في اكس واحد نود ناقص كي في اكس اتنين نود، وهجيب الاوميجا واحد سكوير دي وشيلها واحط مكانها ايه؟ كي على ام، هلاقي النيجاتيف، هلاقي الام دي طارت مع الام دي، صح؟ يبقى عندي نيجاتيف كي اكس واحد نود زائد 2 كي اكس، يبقى ايه؟ كي اكس واحد نود، ودي ده الكلام ده الناحيه الثانيه بيساوي كي اكس 2 نود. هنا مفيش نيجاتيف، دي حته بس في البورد. يبقى انا كده عرفت ان ريشيو ما بين اكس واحد نود لاكس 2 نود بيساوي ايه؟ 1 لواحد. المود الثاني دي بدل ما هي 1 3 فيطلع لها هنا بالنيجاتيف، يبقى ايه؟ 1 لنيجاتيف 1. يبقى انا كده عرفت شكل الايجن ايه؟ فكتور. يبقى الحل في الاخر هو ايه؟ انه اكس بيساوي اسيبتين كونستنت نسميه سي مثلا في الايجن فيكتور الاولاني اللي هو 1 و1 مضروب في كوزين اوميجا 1 تي، زائد اسيبتين كونستنت تاني نسميه دي 1 وناقص 1 في كوزين اوميجا 2 تي، تمام؟ كل واحد منهم ده كده اللي هو بيمثل ايه؟ اكس واحد كفانكشن في التايم واكس اتنين كفانكشن. اوكي؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب هي النيجاتيف فريكونسيز اللي انا اهملتها دي راحت فين؟ رميتهم. انا في الاول كنت فرض الحل ايه يا جماعه؟ اكسبوننشال، بس انا جيت كتبته هنا ايه؟ كوزاين، هو موجود جوه الكوزاين. الكوزاين دي كانت اي اس جي اوميجا 1 تي زائد اي اس ناقص جي اوميجا 1 تي، واحنا قلنا الكوفيشنت اللي تحت ده مش فارقه معايا في حاجه، كده كده هيطلع من الباوندري كونديشنز هنا وهنا، تمام؟ لو انا كنت حليت المساله وطلع لي اربع فريكوينسيز مش بوزيتيف ونيجاتيف بتوع بعض، اوكي، هل ساعتها كان ينفع على طول اجامب الكوزاين؟ لا، عملت دلوقتي جامب الكوزاين كده عشان ايه؟ بوزيتيف فريكوينسي والنيجاتيف فريكوينسي اللي زيها حولتهم لكوزاين وخلصت يعني. ماشي، حد عايز يسال في حاجه؟ طيب